من بين عشرات الإجابات الخاطئة يطلع إجابة أو تطلع إجابة واحدة بس هي اللي صح. تخيل. صحيح. إجابة شخص واحد بس هو اللي جاوب صح في سؤالنا اللي كنا بنطرحه على حضراتكم. كم مرة فاز الأهلي بنتيجة 6 أهداف في مختلف البطولات؟ طيب خلينا نبدأ سريعا. مصطفى عادل فودة، صباح الخير والسعادة على نادينا الحبيب العظيم الجميل أستاذنا أستاذ كريم بيبو وبشير. طيب هو بيتكلم هنا إن المجمل بتاعه أربع بدايات من الأهلي في الإسماعيلي. لا الإجابة برضو غلط. اتنين دوري واتنين كاس. الإجابة برضو غلط هنا. طيب سامع عبد الله، بيبو وبشير الشهيرة في الزمالك 6-1 في الدوري الممتاز والليلة التاريخية الإفريقية على النجم الساحلي 6-2، بتقول 4 سداسيات من الأهلي في الإسماعيلي موسم 31-32 45-46 2004-2005 بواقع 2 بالدوري و2 بالكاس، وبإذن الله إفريقيا الثالثة وال11 في تاريخنا. أحمد حسن ومراد سلامة بيقولوا 4 مرات، برضو الإجابة غلط. غلط وبعيد جدا قوي خالص. يعني بعيد جدا. محمد بيقول مرة واحدة كمان. لا وبعدين بيبو جول بيبو بشير. يعني فتحي عبده مرتين وكانت على الزمالك. لا مصطفى السيد الدوري المصري 6-1 أمام الزمالك، 6-1 في دوري أبطال إفريقيا، برضو لا. مصطفى فودة صباح الخير والسعادة على نادينا الحبيب، بيبو بشير الشهيرة في الزمالك 6-1 في الدوري الممتاز والليلة التاريخية الإفريقية على النجم الساحلي 6-2، برضو بيقول 4 سداسيات من الأهلي في الإسماعيلي وبيرص لنا المواسم بواقع 2 بالدوري و2 بالكاس. طيب بعيد قوي. عمرو النعناعي بيقول مرتين، برضو إجابة غلط. حمادة علي بيقول 2002 6-1 للأهلي. احمد طبعا 6-1 دي اكتر حاجه شهيره يعني طبعا. ولكن في زيها كتير جدا، هنقول لحضراتكم الاجابه الصحيحه دلوقتي. احمد حماد صباح الخير والسعاده على نادينا الحبيب اعظم نادي في العالم، صباح جميل يا استاذه نهاوند انت استاذ كريم بيبو بشير الشهيره 6-1 في الدوري الممتاز والليله ابداع ازاره في النجم النجم الساحلي 6-2 4 سداسيات من الاهلي. بص يعني غلط. بعد كل ده بعد كل كونكلوجن. لا في تواريخ مظبوطه في يعني برضو اقول لحضراتكم بتبعتوا تواريخ مظبوطه ولكن المجمل بس العدد لا المجمل بعيد جدا بعيد. صحيح. جدا. البدري صالح صباح الخير والسعاده على النادي الاهلي نادينا الحبيب وصباح الفل عليك يا كريم انت ونهاوند. الاهلي فاز على الزمالك 6-1 وفاز على الاسماعيلي ب 6-2 في الدوري و2 في الكاس وايضا فاز على النجم الساحلي ب 6-2 وان شاء الله الاهلي النهارده يفوز على البنك الاهلي 4-0. وبيبو وبشير والجول خلصت فيك كل الكلام يا بيبو. هنقول الاجابه الصحيحه ولا نستنى شويه؟ طب نكمل بس عشان حتى يبقى شكرنا الناس اللي بعتوا لنا نقول بقيه الاسماء وخلي الصح. انا حاسه ان هم حطوا على الشاشه خلاص الاجابه الصح. حطيتوها ولا لسه؟ طيب خليها في الاخر دي يا جماعه. خلينا نروح لبسام جمعه. بسام جمعه دلوقتي 5 مرات فاز الاهلي بنتيجه 6 أهداف بمختلف البطولات. حسين احمد 6 سداسيات ان شاء الله يكون في تاني. لا هو في تاني. ابو احمد دير 6 مرات ان شاء الله 7 في النهائي. انا بدر جابر محمد ابراهيم اهلاوي وافتخر الاهلي في القلب. يعني برضو حضراتكم الاجابات مش مظبوطه طبعا. بعيد جدا. كريم السيد عمار صباح الخير على اعظم نادي في الكون، صباح الخير على اعظم وافضل برنامج وافضل اعلاميين في مصر. نشكرك استاذ نهاوند واستاذ كريم. المباراه هي المحبوبه لقلوبنا 6-1 بيبو وبشير وكمان الاسماعيلي 6-0 موسم 58 وكمان في موسم 32 وفي موسم 46 و97 و2005. الاسماعيلي خسر 4 مرات من الاهلي 6-0 والنجم الساحلي 6-2 في موسم 2017. بعد كده نخش في 8 و9 و10. بروفيشنال انجينير بيقول فاز الاهلي بنتيجه 6 أهداف 5 مرات بمختلف البطولات. اجابه خاطئه. واجابه مار وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي تدرس وتدرس وسيذكرها التاريخ حاسمه. وسيذكرها التاريخ حاسمه وجريئه. فقفل كل الطرق على الاتحاد الافريقي وما سابش نقطه لتلاعب الكاف دائما. بس يعني ده ملوش علاقه بالسؤال. الاجابه اللي مارو قالتها فاز 4 مرات. طيب على كل حال خلينا نقول لحضراتكم الإجابة السليمة. الأهلي فاز
بستة أهداف 40 مرة في كل البطولات. شوفوا احنا بقى بعيد ازاي جداً. 40 مرة، منها 21 مرة في الدوري العام، 7 مرات في كاس ماستر، 7 مرات في دوري القاهرة، 3 مرات في بطولات أفريقيا، ومرتين في كاس السلطان حسين. ده الإجمالي وده المجمل. والجاوب صح يا كريم، اسمه عمر عمر. هو يعني الإجابة هتيجي لحضراتكم دلوقتي. هو ما شاء الله بقى، مش عارفة دي معلومات عامة ولا دخل دور، بس هو جايبها لنا بالتاريخ مظبوط. ف يعني مبروك عمر عمر، اسمك هيتحط معانا للقائمه اللي هتبقى فيها سحب بعد كده. اجابه صحيحه الحقيقه، يعني رقم يعني لوحده بيقول النادي الاهلي ده عامل ازاي كده برضه، يعني مش محتاجه يعني تتكلمي بعد سكور ده هاي سكور طبعا. 6 ده هاي سكور لما تتكلم عن تاريخك عامله او حققته 40 مره. ده شيء اعتقد يعني قارنه كده باي تاريخ نادي اخر ما اعتقدش هيبقى حتى قريب. صحيح.